أنا أمين من المغرب، عمري 24 سنة، أشتغل مدرب للفروسية. السنوات الأخيرة ولات حياتي مرتبطة أكثر وأكثر بالخيل، وما عاد بغيت نختلط بأي واحد، وحتى أصحابي اعتزلتهم، والسبب هو أسناني. بسبب أسناني اعتزلت العالم وما بغيتش نشوف حتى واحد، ولكن أنا عييت من العزلة وجاء الوقت لنواجه مخاوفي ونعالج أسناني وتكون عندي الابتسامة اللي تخليني نكون فارس حقيقي.